شيء، انه اوراق الاقليم جاهزه اخ علي من الالف الى الياء امنيا، وجاهزه من الالف الى الياء. شلون جاهزه؟ معلومه جديده وخل تاخذها ون نيوز اللي تستحق التحيه من عندنا. شكرا. وجاهزه من الالف الى الياء من الموضوع الامني، وجاهزه من الالف الى الياء بالموضوع الدولي، والدول مستعده تسوي حظر جوي. احنا كنا نتذكر 36 وال 34 اللي صارت بالتسعينيات، ها اللي صار بها اقليم كردستان، راح يصير بها اقليم عربستان، وراح يدفعون الشيعة للذئاب الى الاقليم. نحن سنوحد العراق من جديد، نحن السنه سنوحد، سنقاتل مربع بلا داعش وبلا ميليشيات وبلا